السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة للوصفات المتنوعة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا الفقاس او الدوازاتي اللي كيكون بهذا الشكل كما كتلاحظوا في الصورة. فكما كتعرفوا الفقاس من اصعب الحلويات المغربية، بزاف ديال السيدات ما كيصدقش ليهم، ولكن عنده مجموعة من الاسرار اللي كتخليه يصدق. فتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفوا الاسرار ديال النجاح ديالو. وهو من الالات الحلويات المغربيه اللي عزيزه على كاع المغاربه الكبير والصغير، وكيتقدم بهذا الشكل مع اتاي. اذا نبداو على بركه الله. عندي هنايا ثلاثه البيضات، عندي كاس ديال السكر حبيبات، وعندي الكيس ديال الفانيلا. غادي نخلطوا جميع العناصر كما كنديروا مع الكيك. هنا زدت القبصه ديال الملحه، وغادي نطرب مزيان حتى نحصل على واحد الخليط ابيض يعني فاتح اللون. ودابا غادي نضيف الزيت تقريبا الكاس الا ربع، وهنايا تقريبا ربع كاس ديال الحليب. وهذا ايضا واحد من الاسرار ديال النجاح ديال الفقاس، واننا كنوضعوا في العجين ديالنا واحد ربع ديال الحليب تخلي يعني العجين يكون متماسك. ودابا غادي نضيفوا المقادير ديال الفقاس، هادو هما يعني اللي كيميزوا بين الكيك والفقاس في المقادير. هنا عندي تقريبا جوج معالق ديال الزنجلان مقلي نقي ومقلي، وعندي تقريبا معلقه ديال حبه الحلاوه، وجوج معالق كبار ديال النفع نقيين ومقليين. هنا بعد ما خلطت جميع العناصر، دابا غادي نضيف الدقيق بالتدريج، ومن بعد غادي نضيف خميرة الحلوة. غادي نبقى نضيف في الدقيق ونخلط حتى نحصل على عجين متماسك. هنا غادي نضيف واحد ملعقه كبيره ديال النعشه كتخلي العجين ديالنا يكون متماسك، وهذا ايضا سر من اسرار النجاح ديال الفقاس. بالنسبه للدقيق ما كيكونش عندنا شي مقدار محدد، انما كنبقاو نضيفو حتى نحصلو على العجين متماسك. العجين اللي بغينا ما يكونش قاسح وما يكونش رطب بزاف. هنا بعد ما جمعنا العجين ديالنا كيجي بهذا الشكل يعني رطب، هما المقادير اللي حطينا فيه يعني كيبانوا في العجين كيعطوا واحد الديكور زوين بزاف.
وحتى المذاق الا ذقته يعني غتجيكم لذيذ لذيذ بزاف. وهنا بالنسبه للوز، هنا بعد ما حطيته في الماء السخون مده تقريبا واحد ربع ساعه، الماء يكون طيب بزاف حتى تقشر بهذا الشكل. ومن احسن يعني نقطعوه رقيق. وهنا العجين ديالي قسمته على اثنين، غادي نبسطو بهذا الشكل ونحطو اللوز في الوسط ديالو بهذا الشكل، نبقاو نضغطو عليه. نفس الشيء غادي نعملو مع النصف الاخر، يعني غادي نبسطو العجين ديالنا وغادي نعمروه باللوز من الوسط، ومن بعد غادي نحربلوه. هاد المقدار ديال العجينة البنات ممكن ديرو فيه يعني أربعة ديال الباكيطات بحال هادو. انا حيت بغيتو يجي طويل بزاف يعني حبيت انني ندير فيه غير جوج. هنا بالنسبه للوز خاصنا نسدوه مزيان، ومن احسن نبقاو نضغطو عليه باش ما يكونش هنا شي خاويات لداخل فراغات. هذا هو المشكل اللي كيكون في هذا اللوز بهذا الشكل، الا ما ضغطناش على العجين مزيان تيكونوا الفراغات لداخل. وهنا بعد ما حربلت العجين ديالي غادي نحطو بهذا الشكل في الطاوله اللي غتدخل الفرن. من الاحسن نبسطوه شويه من الفوق ونقدوه من الجناب. وهنا اخترت انني ندهنوه بجوج طرق، جوج خلطات. عندي هنا الحليب والكاكاو الحلو، معروف انها في المغرب بالكاوبيل. بعد ما خلطناهم مزيان غادي ندهن به واحد الباكيت، والباكيت الاخرى غادي ندهنها بالخلطه اخرى، الخلطه الثانيه. ممكن ديرو يعني نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان في بلاصه ديال هاد المسحوق ديال الكاكاو. انا حاليا هو اللي متوفر عندي. وهنا بالنسبه للخلطه الثانيه عملت اصفر ديال البيضه وحده مع الكاكاو، طربتهم مزيان. من بعد غادي ندهن بهم الباكيت الثانيه، هي كتعطي واحد اللون يعني مارون، واحد اللون مايل للذهبي والمارون. ومن بعد بالنسبه للفرشيت ممكن ندير الزواقه اللي بغينا، ممكن ندير التموجات ولا خطوط متشابكه، يعني على حسب الذوق ديالكم. صافي دابا غادي ندخلها الفرن على النار تكون مهيله بزاف بحال الطرق باش كنطيبوا الكيك. هنا بعد ما خرجناه من الفرن كيجي بهذا الشكل ناشف. هنا بعد ما خرجنا الفقاس ديالنا من الفرن يعني في المرحله الاولى، غادي ناخذ واحد الباكيت غادي نقطعو مباشره بعد ما خرج من الفرن، يعني ما غاديش نبيتو، ما غاديش نخليه 6 سوايع ولا 4 سوايع، غادي نقطعو مباشره وغادي نطيبو. هنا كما كتلاحظوا الفقاس ديالي ما تهرش ليا بزاف، ولكن فيه شويه ديال الحفيرات حدا اللوز
كما قلت لكم في الاول، يعني من الاحسن يعني طماسيو مزيان هذاك العجين، تنسجم اللوز مع العجين، تنسجم معاه مزيان باش ما يكونوش الفراغات اللي غادي يخليو الفقس ديالنا يتفرتت من بعد. وهنا بالنسبه للباكيت الثانيه غادي نلفها في الثوب مبلل بشويه ديال الماء، وغادي نلفها بالسلوفان، وغادي نخليها في الثلاجه ليله كامله حتى الصباح غادي نخرجها ونقطعها. هنا بعد ما دوز الباكيت ديالنا ليله كامله في الثلاجه، دابا غادي نحيد ليه هذا السلوفان، وغادي نحيد ليه هذاك الثوب اللي كنا درنا ليه، وغادي نبداو نقطعو فوه يعني بالموس عادي ماشي ديال المنشار، انا استعملت موس عادي، وتنقطعو بهذا الشكل. هانتوما كما كتلاحظوا انا هذا الفقس اللي بيت جاني حسن هذاك الفقس اللي قطعت مباشره، هنا هذا ما فيهش هذوك الحفيرات حدا اللوز، وتيتقطع بسهوله. غادي نستمروا في التقطيع ديال الفقس ديالنا، ومن بعد غادي نصفوه في الطاوه بهذا الشكل، ندخلوه للفرن يتحمر من جوج جهات، يعني يتحمر بجهه الاولى بعد غنقلبوه الجهه الثانيه. وهذا هو الفقس ديالنا بعد ما تحمر من جوج شويه، كيجي بهذا الشكل. هذا الباكيت الثاني اللي كنا درنا ليه الخلطه ديال الصفر البيض مع الكاكاو، وهذا الباكيت اللي كنا درنا ليه الكاكاو مع الحليب، هما كلهم يعني صراحه زوينين. وتنقدموه مع كاس ديال الاتاي وبالصحه والراحه. نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش يعني تشاركوا معنا في القناه وديروا جيم وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من القناه ديالنا، وشكرا لكم على المتابعه.